بس أنا أيضا كنت أعمل في بمزرعة، وعندما جاء رمضان قال لي صاحبها: أنت مخير بين أمرين، إما أن تفطر وتستمر في عملك، وإما أن تترك العمل إذا لم تفطر. ولذلك أفطرت 10 أيام من رمضان. ما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ وهل يصح لي أن أعيد هذه الأيام؟ لا يجوز للإنسان أن يدع فرائض الله من أجل تحديد عباد الله، بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أرأيت لو قال لك: لا تصلي، فإن صليت فلا تعمل عندي، هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه. نعم. وهكذا جميع الفرائض التي فرض الله عليك لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت بها. ونقول مرة ثانية لهذا الذي استأجر هذا العامل: إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات التي يقوم بها هذا العامل، مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه. فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى، والمعين على البر والتقوى كالفاعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فأنت يا أخي اتق الله تعالى في هؤلاء العمال، ولا تحرم من فضل الله عز وجل الذي لا يمنع العمل ولا ينقصه، بل إن هذا قد يكون سببا لبركة العمل. وأضيف إلى هذا أنه كثرة الشكاوى من العمال في مكفوريهم، حيث إن بعض الكفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يؤذون المكفول ويماطلونه بحقه، ربما يبقى 2 أو 3 أو 4 لم يسلمه حقه، بل ربما ينكر ذلك أحيانا. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. ثم ليتق الله عز وجل في هؤلاء الفقراء المساكين الذين جاءوا يريدون لقمة العيش في هذه البلاد، فيماطلهم بحقهم 2 3 4 أكثر من ذلك، وهم في حاجة، وأهلهم قد يكونون في ضرورة. بارك الله فيكم المستمع.